بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم إن شاء الله فيديو تعليمي سوف يكون حول كيفية إعطاء دواء أمبيزوم. طبعا دواء أمبيزوم هذا هو مضاد للفطريات، ونعطيه دائما تحت رعاية ورقابة مشددة وتحت أيضا إشراف طبي عالي، لأن هذا العلاج يعتبر ذو خطورة عالية تسببه في التحسس وكذلك مضاعفات على القلب أيضا وعلى الكلى. دائما عندما نعطي هذا العلاج يكون بجانبنا أدوات تكون خاصة بالإنقاذ والإنعاش الرئوي، وهي الأكسجين، هيدروكورتيزون، كلوروفين رامين، وأيضا يكون معنا محلول وريدي ملحي. طبعا دواء أمبيزوم هو عبارة عن أموفيترسين ليبوسومال 50 ملي جرام، ويعطى هذا العلاج دائما للإصابات بالفطريات، خصوصا لدى المرضى الذين لديهم نقص مناعة، أمراض الدم خصوصا سرطانات الدم وكذلك الليشمانيا، وأيضا للمرضى الذي تكون مناعتهم ناقصة. طبعا هذا الدواء نقوم بتخفيفه فقط بمحلول سكر، ولا نقوم بتخفيفه بأي شيء غير ذلك. مثلا ممنوع نحلله في ملح أو في مخلوط، ونقوم بإضافة للفيالة 12 ملي أو سي سي جلوكوز، ليصبح التركيز 4 ملي جرام لكل ملي. بعد ذلك نقوم بتخفيف الكمية التي أو الجرعة التي خاصة بالمريض داخل 250 إلى 500 ملي جلوكوز، ثم نحقنه على مدى 4 ساعات أو ساعتين. وإذا لم تحصل أي مضاعفات من العلاج أو أي ردة فعل تحسسية، ممكن أن يعطى هذا العلاج على مدى ساعة. يمكن أيضا إعطاء قبل الجرعة الأساسية، نعطي 1 ملي جرام على مدى نصف ساعة، بحيث تكون جرعة لاختبار التحسس. فإذا لم يحصل أي ردة فعل تحسسية، نقوم بعد ذلك بإعطاء العلاج على مدى ساعتين. طبعا عند إعطاء هذا العلاج نفضل أنه نستخدم أو يجب أن نستخدم إما انفيوشن بومب كهربائي، أو نستخدم الريجوليتر الذي هو يكون بالعداد مدرج، بحيث أن احنا نستطيع أن نضبط وقت إعطاء العلاج ضبطا دقيقا. مثلا إذا حللنا العلاج ب 500 ملي وأراد الطبيب أن نعطيها في خلال 4 ساعات، فسوف نعطيه 125 ملي بالساعة سنعطيها للمريض بعد إضافة العلاج لها. طبعا هنا سوف نقوم بسحب كمية العلاج الخاصة بالمريض بحسب الجرعة التي محددها الطبيب، مثلا محدد فيالة كاملة أو نصف فيالة، الجرعة التي محددة. ثم بعد ذلك سوف نقوم بإضافتها إلى المغذية أو المحلول السكر التي أمر الطبيب أن نعطيه فيها أن نعطي العلاج فيها. كما تلاحظون سنقوم بإضافته إلى داخل الفيالة، إلى داخل المغذية، ويمنع منعا باتا أن نثقب أي مغذية، حفاظا على أن العلاج أو المغذية يكون معقم ومنعا للعدوى. لذلك نحقن العلاج من المكان المخصص لذلك. بتقدير حوالي 5 ملي بالساعة، تجربة حساسية لمدة 30 دقيقة، ثم بعد ذلك سنضبطه على 125 ملي. إذا لم يحصل أي تأثيرات جانبية، ستكون على 125 ملي، بحيث أنه تمشي القربة على مدى 4 ساعات، وهذا هو الوقت الطبيعي لها. طبعا احنا المريض لازم نطلب منه إذا حس بأي شيء مثل حمى، رعشة، ضيق نفس أكثر، تعب، لازم يبلغنا فورا ونقوم بإيقاف العلاج وبدء أدوية مضادات التحسس. طبعا نقوم أولا بقياس
لازم من مراقبة الضغط والأكسجين، وأيضا مراقبة النبض وقياس الضغط للمريض كل 15 دقيقة. طبعا علاج الامبيزوم يحتاج الى مراقبه للعلامات الحيويه كل 15 دقيقه. اذا حصل اي تحسس للمريض فسوف نقوم بايقاف العلاج واعطائه اولا الهيدروكورتيزون، كذلك سنعطيه الكلورفين رامين، ايضا سنعطيه الباراسيتامول، لان دائما التحسس يكون على شكل ضيق نفس ورعشه وايضا حمى. اما في المره التاليه اذا أردنا أن نعطي اليوم الثاني واليوم الثالث وقد حصل اليوم السابق للمريض تحسس وحمى ورعشة، فسوف نعطي باراسيتامول ونعطي هيدروكورتيزون قبل أن نبدأ بالعلاج، ويكون أيضا عندنا موجود الأدوية نفسها للحالات الطارئة، وكذلك أيضا يكون موجود الأكسجين، ونعمل كلوز أبزرفيشن اللي هي مراقبة تامة للمريض خلال إعطاء هذا الدواء. وظائف الكلى طبيعية عند إعطاء هذا الدواء، لأن هذا الدواء غالبا ما يسبب مشاكل للكلى وفشل كلوي. طبعا ضغط المريض 100/70 يعتبر ضغط طبيعي جدا، لأنه العلاج علشان بعدين نراقبه، إذا حصل أي هبوط للضغط أو زيادة لنبضات القلب يعتبره بداية للتحسس، لذلك نقوم بمراقبة الضغط كل 15 دقيقة أو كل ربع ساعة. هل تلاحظوا الآن إحنا نعطي للمريض، المريض لأنه محتاج أكسجين، الأكسجين إحنا بجنبنا مركب الأكسجين، معنا أيضا هناك أدوات الإسعافة الأولية وهي عبارة عن مضادات التحسس، الهيدروكورتيزون والكالسيوم جلوكونيت والكلورفين رامين، أيضا محلول ملحي. الآن العلاج إن شاء الله بيمر قد لعشر دقائق، أموره طيبة، ما فيش أي مشكلة ولا في أي تحسس، وإن شاء الله يكون تحمل العلاج تمام. هذا بالأخير، أتمنى أنكم قد استفدتم مما قدمت. أرجو متابعتي على القناة إذا عجبكم الفيديو، ولكم مني جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، اشتركوا بقناة بابا وفعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.